السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل متابعين الكرام. النهاردة أنا جاية أوصل لكم رسالة، في رسائل بتيجي على الواتس، فمش عايزاكم تصدقوا الرسائل دي، ما تعرفش مين اللي بعتها. يقولوا لك لو أنت ما بعتش الرسالة دي مثلا لعشرين شخص هتحصل لك مصيبة، ولادك هيموتوا، هتحزني حزن شديد لمدة سنة، ما أعرفش الكلام ده، فمش عايزه حد يصدق الكلام ده. انا جايبه لكم الرساله عشان خاطر تسمعوا النص بتاعها بيقول ايه. طب ما انا عايزه ربنا يحفظني، بدل ما ابعت الرساله لعشرين شخص، ما انا اقول الاذكار بتاعه الصباح والمساء ربنا يحفظني، كل 3 ايام تقري سوره البقره وربنا يحفظك. فانت ما تخافيش من الرسائل دي، ويا ريت ما تبعتيهاش لاي حد. فانا جايبه لكم نص الرساله معايا عشان تشوفوها. ده نموذج بس، في رسائل تانية برضو بتيجي بأنماط تانية، فمش عايز حد يصدق الكلام ده. والرسائل دي بتبقى رسائل مجهولة، بس انت اصدقائك بيبعتوها لك لانها اتبعتت لهم، فمحدش يصدق الرسائل دي. وربنا هو الحافظ، يعني ازاي انا لو ما بعتش رسالة هحزن حزن شديد وهتحصل لي مصيبة؟ كل حاجة بإيد ربنا وكل حاجة مقدرة بإيد الله. فاسمعوا الرسالة كده معايا. فتاة بليغة من العمر 16 سنة مريضة بمرض عجز الأطباء عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت بكاء شديدا ونامت، فحلمت أن السيدة عائشة رضي الله عنها أعطتها كأسا من الماء، وعندما استيقظت وجدت نفسها قد شفيت تماما، ووجدت قطعة من القماش مكتوب عليها لا إله إلا الله. ووصلت قصتها إلى عامد فحصل على ترقية، فوصلت هذه الرسالة إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته، فوصلت إلى طالب على أبواب الامتحان فنشرها فنجح، اسمه محمد الشاوي. أقسم بالله العظيم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له رسول الله: بلغ المسلمين عني، فمن ينشرها سيفرح فرحا شديدا، ومن يتجاهلها سيحزن حزنا شديدا. لا إله إلا أنت، سبحانك أنت ربي، فاغفر لي إني كنت من الظالمين. أرسلها إلى 25 شخص فسوف تسمع خبر مفرح الليلة. فده يعتبر إلهاء، لأنك أنت تقعدي 25 مرة تبعت الرسالة، يعني ده تضيع لوقتك ووقت أي إنسان مسلم في حاجة ملهاش لازمة، يعني إزاي أنا بعتها 25 مرة؟ وغير كده جايبين اسم السيدة عائشة رضي الله عنها علشان هم عارفيننا طبعا بنحب آل البيت وبنحب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فان شاء الله كل حاجه بايد ربنا، وربنا هو الحافظ، ربنا يحفظني ويحفظكم يا رب ويحفظ جميع المسلمين. ومحدش يبعت اي حاجه، وهدي الرساله اللي انا كنت حابه اوصلها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.